السلام عليكم. ان شاء الله اتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. بنصح كل اللي بيربي فراخ من الفراخ اللي هي التهجينات، اللي هي زي الهندي زي البزراميتي، الانواع اللي هي بتبقى فيها يعني شيء من الشراسة دهيت، ان هو ما يحطش اكتر من ديك مع بعض، سواء كان الديك ده هو ل 8 او ل 10 فرخات، عشان زي ما انتم شايفين نتيجة يعني وجود ديكين مع المجموعة او اكتر من ديك، العين ده هو الديك ده هو يعني تقريبا عينيه اتقلعت ووشه زي ما انتم شايفين متجرح اهوت. فلذلك بنصح عدم تواجد اكثر من ديك مع المجموعة بتاعت الفراخ، يعني من 8 ل 10، علشان زي ما انتم شايفين بيضربوا بعض وبيتخانقوا جدا مع بعض، والديك ده هوت يعني اتقلعت وشه كلها بروح اهوت. ف يعني حبيت أأكد المعلومة دهيت علشان المنظر اللي انتم شايفينه، وشكرا لحضراتكم.